إلى إدارة الدوريات الخارجية وضابط عمليات إدارة الدوريات الخارجية محمد ملكاوي، وصباح الخير محمد بيك. أسعد الله صباحك أخت لنا وصباح جميع الأخوة مشاهدي التلفزيون الأردني. أهلا وسهلا فيك، وخلينا مع بعض نعرف حالة الطرق في الخارج من خلالكم، فتفضل. طيب بداية سيدتي، تشهد يعني طرقنا الخارجية المنسدمة بين المحافظات ومن وإلى العاصمة الحبيبة عمان، حركة سير كثيفة واحتيادية دون وجود أي عوائق والحمد لله رب العالمين، مع تواجد لمجموعاتنا وانتشار على مداخل ومخارج الطرق الرئيسية لكشف الاختصاص وإزالة العوائق إن وجدت. ودائما سيدتي يكون تركيزنا منصب خلال الفترة الصباحية على تأمين استعبية الحركة المرورية ولضمان الوصول الآمن لمستخدمي الطرق. من خلال استعراض الحركة المرورية الصباحية على الطرق الخارجية الرئيسية مثل طريق البد عمان، الآن تشهد حركة مرورية قوية من مدن الشمال باتجاه العاصمة عمان. طريق أسراد المفرق الزرقاء كذلك يشهد الآن حركة مرورية قوية، أسراد الزرقاء عمان أيضا يشهد حركة مرورية، طريق قناعور البحر الميت، طريق الصحراوي امتدادا من طريق المطار والغيب، طريق الصحراوي كذلك تشهد حركة مرورية قوية ونشطة. الحالة الجوية مستقرة والحمد لله رب العالمين، لا شيء يتعلق بالحالة الجوية ضمن الاختصاص، أجواء مستقرة والحمد لله رب العالمين. والسببون سيدتي يعني في أداء واجباتنا متعلقة بفرض الرقابة على المخالفات والتصرفات الخاطئة التي قد تؤدي إلى وقوع حوادث خطيرة، ونركز على مركبات الشحن والمركبات العمومية بشكل عام للتأكد من سلامة وصلاحية هذه المركبات على مسير على طرقنا الخارجية. كذلك ندعو من جميع أخوانا السائقين الالتزام بقانون وأوليات وقواعد السير والابتعاد عن التصرفات الخاطئة مثل تجاوز السرعة واستخدام الهاتف النقال، التجاوزات الخاطئة وعدم أخذ المسافات الأمان بين المركبات. كما نؤكد على أن بإمكان جميع الأخوة مستخدمي الطرق الاتصال على رقم الطوارئ الموحد 911 لطلب أي مساعدة إن دعت الحاجة، ونتمنى السلام للجميع لنا. نعم، يعطيك العافية ضابط عمليات إدارة الدوريات الخارجية محمد ملكاوي، أكيد نتمنى السلامة للجميع وجهودكم.